بحضراتكم من جديد برحب طبعا باحد الصفقات السوبر اللي انضمت للنادي الاهلي السنه دي وقادم من نادي سبورتنج احمد مهيب. ازيك يا احمد؟ اهلا بحضرتك، منور النادي الاهلي ومنور قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله يعني يبقى موسم عليك كويس، مواسم على الاهلي طبعا ان شاء الله تبقى ان شاء الله باذن الله. طبعا برحب بضيفي الكابتن احمد حمدي، احد الصفقات الناجحه قادم من الدوري الجورجي. اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بحضرتك، منور النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. يمكن اروح لابو حميد. احمد طبعا مهيب، انا كنت بحبك قوي يا ابو حميد. وانا كمان والله. انا كنت بحترمك وبحبك جدا. ربنا يخليك يا كابتن. وانا كنت سعيد بانضمامك للنادي الاهلي. خلينا نقول بقى الكلام اللي الناس ما تعرفوش وما سمعتوش. قصه انضمامك ايه؟ اولا انت جيت في صفقه حره على فلوس ونادي سبورتنج المحترم، وبقى انت حر تمتلك. مفاوضات مشت ازاي ومع انديه ايه؟ والله حضرتك عارف ان احنا بقى خلصنا الدوري، كان فاضل له ماتشين، الكورونا طلعت وقفت كل حاجه، ما كناش عارفين بقى الدوري هيكمل ولا لا خلاص. فانا كنت واخد القرار ان انا عايز اخد ستاب تانية وامشي من نادي سبورتنج. الحمد لله اكتر من نادي كلمني، الزمالك في القاهره، اتحاد وسموحه، وطبعا نادي سبورتنج. كان في مفاوضات وبعد كده تدخل النادي الاهلي. انا طبعا يعني كان حلمي ان انا العب في النادي الاهلي، فبعد ما عرفت ان في نادي الاهلي يعني حابب ان انا انضم ليه، وانا وقفلت كل الـ مين اللي كلمك من نادي الاهلي يا بابا؟ اللي كلمني كابتن اشرفيق وكابتن طارق واحمد، كابتن احمد الجرحي. طبعا لعيبه كتير كلموني. ده قبل التوقف كورونا ولا بعد؟ لا يعني في ظل التوقف. في ظل التوقف يعني خلاص، كانت خلاص الرؤيه ان الدوري مش هيكمل، فخلاص يعني احتراما لنادي سبورتنج يعني الناس قالت خلاص، وهم عارفين النية ان انا خلاص عايز امشي يعني، فابتدوا يكلموني ويشوفوا انا عايز ايه، اروح ايه. بس طبعا زي ما قلت لحضرتك، انا بعد ما يعني انا حابب ان انا يعني البس تيشيرت النادي الاهلي، فدي بالنسبه لي كانت اول معرفة. طبعا المفاوضات انا حتى كان جو انت اصلا اهلاوي يا ابو حميد؟ انا اهلاوي. كوره يعني انا اهلاوي كوره وانا بحب الاهلي الصراحه يعني، وكان طول عمري نفسي اضيف في الكريم ان انا لعبت في النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله اخد بطولات في النادي الاهلي يعني. الحمد لله ربنا كرمنا في احمد سبورتنج. انت لعيب بطوله وكان ليك دور كبير جدا مع سبورتنج في بطولات كتير. الحمد لله. ومن اللعيبه يعني اللي في الملعب ما بترميش الفوطه يعني، الاخر ثانيه بيلعب. لا حقيقة. فيعني احنا فرحانين بيك جدا. ربنا يخلي حضرتك. والله انا فعلا مبسوط من انضمام النادي الاهلي، نادي فعلا كبير. التيشيرت يعني انا النهارده اول ماتش لعبناه انا يعني مبسوط وانا بلعب للنادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله يعني اقدر ادي كل اللي اقدر اعمله للنادي الاهلي، عشان ان شاء الله انا عايز اتوج ببطولات زي ما توجت من نادي سبورتنج بس مع النادي الاهلي. ان شاء الله يحصل ونبارك لك وكون معانا بالبطولات دي باذن الله. يا رب.